يلا يا أصحابي، مستعدين لأغنية جميلة جدا جدا جدا، وهتحفظوا كل الكلمات دي دلوقتي. مش مصدقين؟ طب يلا بسرعة معايا. Are you ready؟ قبل ما نبتدي حابة إن أنا أنوه بس حاجة صغننة، عايزة لايك 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 لايك. على فكرة الأغاني دي كلها من تأليفي، من أول سنة أولى لغاية سنة ستة، الأغاني دي كلها من تأليفي أنا، تمام؟ ويا رب تعجبكم عشان عايزة أعرف رأيكم بسرعة. يلا يا أصحابي. Water cycle دورة المياه، يلا نقول سبحان الله. Water cycle دورة المياه، يلا نقول سبحان الله. Water cycle دورة المياه، يلا نقول سبحان الله. Evaporation يعني تبخير، ده بخار مية طالع كتير. Evaporation يعني تبخير، ده بخار مية طالع كتير. Condensation يعني تكثيف، قطرات مية وزنها خفيف. Condensation يعني تكثيف، قطرات مية وزنها خفيف. Accumulation يعني تراكم، يا رب تكون انت بس فاهم. Accumulation يعني تراكم، يا رب تكون انت بس فاهم. Precipitation يعني هطول، انا هقول وانت هتقول تاني. Precipitation يعني هطول، انا هقول وانت هتقول. يلا. Water cycle دورة المياه، يلا نقول سبحان الله. Evaporation يعني تبخير، ده بخار مية طالع كتير. Condensation يعني تكثيف، قطرات مية وزنها خفيف. Accumulation يعني تراكم، يا رب تكون انت بس فاهم. Precipitation يعني هطول، انا هقول وانت هتقول معايا. Water cycle دورة المياه، يلا نقول سبحان الله. Evaporation يعني تبخير، ده بخار مية طلع كتير. Condensation يعني تكثيف، قطرات مية وزنها خفيف. Accumulation يعني تراكم، يا رب تكون انت بس فاهم. Precipitation يعني هطول، انا هقول وانت هتقول. عايز اعرف رأيك يا سنة تالتة، هو المطر بيجي منين؟ من السماء مش من الارض، صح؟ بجد يعني مش هسأل انا في الموضوع ده، ولا انتوا متأكدين من متأكد من اللي انا بقوله، من اللي انت بتقوله سوري. طب هو السحاب ده بيجي منين؟ طب هي المطر اللي بتنزل دي بتيجي منين؟ سبحان الله. طب هو البحر ده مش بيخلص؟ طيب النهر برضو مش بيخلص. انا بصراحة هقول لكم النهاردة على معلومات مهمة جدا 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 جدا، وفي نفس الوقت نذاكرها مع بعضينا، يعني ماشي؟ انا فهمكم حاجة وانتوا تفهموني حاجة. اتفقنا يا سنة تالتة؟ يلا. طيب انتوا عارفين ان انا ما بعرفش ارسم، محدش يتريق على رسمي، ده انا بصوا ده انا كده ابدعت بجد. دي الشمس. شمس يعني سنة. عارفين خلاص كده، دي الشمس. واحنا هنقول مثلا ان ده بحر، سي، صح كده؟ الشمس، ركز معايا، بتسخن مية البحر، مش بتخليها تغلي. يا حبيبي مش هنعمل بيها شاي، ايه ده كده؟ وركز معايا، انت بتقولي هي هتسخنها ازاي؟ تسخنها زي ما تسخنها هي 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 كده، هي هي كده. الشمس بتسخن البحر او بتسخن النهر او بتسخن اي حاجه فيها ميه، مش حاله يعني، ماشي كده؟ ماشي. الشمس بتسخن البحر، ميه البحر دي بتعمل ايه بعد ما بتسخن؟ بتعمل ايه؟ بتطلع فوق، بتعمل حاجه اسمها evaporation. ماشي، يعني ده معسوله قوي. evaporation يعني تبخير، بتتبخر.
شفت ماما لما بتيجي تعمل الشاي مش بيبقى فيه دخان ابيض طالع كده اللي هو بخار الميه؟ دي بقى اسمها ايفابوريشن، يعني تبخير. طيب الميه اللي بتتبخر دي بتطلع تطلع 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 في السحاب فوق. شاطرين شاطرين، قال يعني ان ده سحاب، قال يعني خلاص كده الميه بتطلع فوق في السحاب يا ولاد. الله، تتجمع 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 تتجمع. انا تقدر تقول تتجمع كتير يا حديد ولا ايه؟ ايوه، بتفضل تتجمع تتجمع كتير قوي. خلاص بعد ما تتجمع بتعمل ايه؟ تتجمع 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 لغايه ما تعمل لنا سحابه. جمعت مع بعضيها ايه؟ جمعت 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 ميه بقى، فاهمين؟ ما هو بخار الميه ده بيطلع يتجمع فوق يعمل لنا سحابه. لما بيتجمع مع بعضه بقى، خلي بالنا قطرات ميه وزنها خفيف. ايه هو بقى قطرات ميه وزنها خفيف؟ بيطلع فوق بيتجمع، لما بيتجمع اسمه ايه فوق؟ كندنسيشن. كندنسيشن ما بنعزل نسيت ان انا بصوت، انا اسفه جدا. سيشن، حلو الكلام ده؟ طيب تمام. كندنسيشن اللي هو ايه؟ جمع الميه كلها، جمعت جمعت جمعت. طب بتتجمع وبعدين بقى ان شاء الله تقوم الرياح اللي هي الهوا ده ويفضل يحركها شويه كده ويحركها شويه كده ويحركها شوية كده لغاية ما تروح المية دي اللي اتجمعت تنزل الأرض تاني. الله، طب انت طلعتي ليه حبيبتي طالما هتنزلي تاني؟ تمام كده؟ تنزل الأرض تاني، بتنزل على شكل حاجة اسمها precipitation. sorry. تمام؟ يعني ايه precipitation؟ يعني ايه precipitation؟ يعني هطول. هطول يعني ايه؟ مش هطول، مش اللي هو هطول او هطول حاجة، لا، هطول اللي هي بتنزل على شكل بقى مطرة، على شكل تلج، على شكل اي حاجة، اي حاجة بقى سواء المطر او التلج او اي حاجة بتنزل من السماء كده اسمها precipitation. ماشي؟ اي حاجة بتنزل من السماء، مطرة او تلج او ايه تاني اللي بينزل من السماء غير المطرة او التلج؟ صقيع، اللي هو قطع تلج كبيرة مثلا او قطع تلج صغننة او شوية مطرة صغننة. المهم كل المطر وانواع المطر وانواع التلج والحاجات دي اسمها ايه؟ precipitation. المهم ما معنى precipitation، خلاص كده؟ نزل المية، نزلت يا ولاد، هتنزل في البحر وهتنزل على الارض. يعني الميه مش هتنزل في البحر بس يا شباب، الميه بتنزل في البحر وبتنزل على الارض، احنا نعتبر ان دي حته مثلا، وبتنزل على الارض وبتنزل في كل حته. تمام؟ تبتدي بقى الميه اللي نزلت دي يا شباب تتجمع تاني، سواء بقى هتتجمع هنا على الارض، هتتجمع هنا في البحر، هتتجمع وخلاص. عملت تراكم، عملت تجميع وتراكم اللي اسمها accumulation. تراكم، اتجمعت بقى في الارض، اتجمعت في البحر، اتجمعت تحت السرير، المهم ان هي اتجمعت. جمعنا الميه، جمعنا خلاص كده. الميه دي لما بتتجمع بيحصل فيها ايه؟ الشمس بتسخنها تاني. ايوه، وتطلع الميه تاني تكون لنا سحابه، والهواء يحركها يمين وشمال، وبعد كده تنزل تاني، وبعد كده الشمس تسخنها تاني وتطلع تاني، وهكذا. كل ده الميه بتبقى تحت وتطلع فوق وتتجمع وبعد كده تنزل تحت، كل ده اسمه ايه يا شباب؟ اسمه water cycle، دوره المياه. يلا نقول سبحان الله، عشان عرفت بقى لما قلت يلا نقول سبحان الله على ايه؟ سبحان الله سبحان الله. ربنا خلي لنا الحاجات دي علشان خاطر الميه ما تخلصش من الدنيا. ايوه يا سنه تالته، والله كده الميه مش هتخلص خلاص باذن الله يعني من الدنيا. تمام كده؟ نقول تاني، الميه بتكون موجوده في البحر او في النهر او على الارض، المهم موجوده
خلاص المية مش بتاكل نفسها ولا بتشرب نفسها. خلاص كده بتعمل ايه؟ الشمس بتسخن المية دي، تقوم تطلع المية دي بخار. البخار ده يطلع يجمع سحابة، مش بيطلع جوه سحابة، بيجمع سحابة، يفضل يعني بخار المية ده سنة تالتة. أما بيتجمع نقطة نقطة كده، هو بيطلع فوق، بيطلع فوق، بيجمع سحاب. خلاص كده جمعنا السحاب الحمد لله، بيتجمع يجمع يجمع يجمع، الهواء بقى يفضل يحرك السحاب شوية، يحركها شوية لغاية ما السحابة تتقل كده، يبقى فيها مية كتير بقى. السحابة بقى عارفين زي السفنجة كده، عارفين السفنجة؟ بقى فيها مية كتير كده، السحابة برضه بتبقى عاملة زي السفنجة كده، فيها مية كتير، تقوم تعمل ايه؟ تنزل على الأرض تاني. تمام؟ نزل خلاص على الأرض تاني، تتجمع المية تاني يا شباب، والشمس تسخنها تاني وتروح طالعه تاني. نقولها انجلش بقى، نقولها انجلش تمام، عشان نقول المصطلحات يعني. تمام كده، المية بتكون موجودة في البحر سي، او بتكون موجودة على الارض. تمام كده، بتحصل ايه؟ الشمس بتسخنها، بتسخن مش بتسخن المية يعني تغليها، عشان عارفة ان في ناس هتسألني السؤال ده ويعدل نفسك يا قلبي. ماشي، مش هتغليها، لا هتسخنها. ماشي كده، المهم هتسخنها، المية دي هتطلع بخار مية، ما احنا مش هنشوف ومش بنشوفه بعينينا كويسة، بتطلع المهم بخار مية، بتطلع تبخير يعني evaporation evaporation evaporation، طلعت المية، هتطلع فوق في السحاب، هتجمع بعضها، وهي بتجمع بعضها دي اسمها ايه؟ بتجمع بعضها فوق اسمها ايه؟ condensation. برافو عليكم، condensation condensation condensation. خلاص كده، بعد ما جمعت بعضها بقى هتبتدي تنزل، بتنزل على شكل ايه؟ هي مش بتنزل على شكلنا ولا بتنزل على وشنا، على شكل ايه؟ على هيئة ايه يعني؟ بتنزل على شكل ايه؟ حاجة اسمها precipitation precipitation precipitation. بعد ما بتنزل الارض او بتنزل البحر او بتنزل في الحتة اللي هي عايزاها يعني، تمام، بتتجمع تاني، بس تجمع تحت اهو، بتتجمع فوق اسمها كونتنسيشن، مالناش دعوه بيها، تتجمع تحت اهي، تتراكم اللي هي تتجمع يعني مع بعضها، اسمها accumulation. اتمنى تكونوا فهمتوا يا سنه ثالثه. لا لسه ما خلصناش، ما تمشيش، يلا هناخد الكلمات مع بعض. قبل ما ابدا الكلمات، وصلت لغايه هنا لو سمحت من فضلك تعملي لايك بعد اذنك، لايك 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 لايك، تشترك في القناه وفعل زر الجرس، ويا ريت تعملي لنا شير بقى وكده كل الاغاني اللي موجوده على قناه حنين التعليميه من تاليف العبد لله. تمام، علشان خاطر حدش يجي يقول لي بتاعتي وده بتاعتي والكلام ده كله. ويلا يلا بطل رغي بقى يا حنين، يلا اول كلمه معايا، كلمه هما كلمتين صراحه، water cycle. قول ورايا يا حبيبي، water water cycle cycle، دورة المياه، water cycle water cycle. ورايا اقول، ولو قلت ورايا هتحفظها، water cycle دورة المياه. يلا اللي بعدها، evaporation evaporation evaporation، تبخير، evaporation تبخير. تمام، اللي بعدها تي اي او ان يا شباب اسمها شن. تمام، اللي بعد كده condensation. بصوا بالراحه كده، condensation. قول ورايا، مش سامعه صوتك، علي صوتك. condensation condensation يعني تكثيف، ما تتجمع فوق. condensation. اللي بعده يا شباب، precipitation precipitation، اللي هي الهطول، احنا قايلين اللي هي اي حاجه بتنزل بقى من السماء. precipitation precipitation precipitation. اللي بعده، شاطرين شاطرين، accumulation
شن والله هو صعب. accumulation accumulation تراكم، تجميع التراكم. قول ورايا هتعرف تحل، هتعرف تحفظ. اعدل نفسك كده وظبط نفسك كده، كوبايه الشاي في ايدك. يلا accumulation 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 accumulation. اللي بعده planet planet planet، يعني كوكب، كوكب الأرض مثلا. planet planet. اللي بعده يا شاطرين، بسرعة بسرعة بسرعة. river river يعني نهر، اللي هو بيكون فيه مية حلوة بنشرب منها، يعني مش حلوة مسكرة. river river. sea sea يعني بحر تقريبا، والله أعلم. خليها قبل كده. sea. sky يعني سما. sky sky. cloud 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 يعني سحابة. انتوا عارفين السحابة احنا هنا بيتكون من ايه؟ wind يعني ريح، خدناها قبل كده، دي سهلة جدا. wind يتحرك. blow يعني مش يقصد يتحرك، يعني انا بتحرك. يحرك يحرك يعني زي الرياح كده ما بتحرك السحاب. blow. اللي بعده بصوا سهلة الكلمة دي، الكلمتين دول سوري. come together come together come together يعني بتتجمع. come together come together come together. اللي بعده سهلة جدا الكلمة دي، gas يعني غاز. gas gas gas. warm يعني دافئ، يدفي برضو. warm warm warm. اللي بعده become يصبح. become become become. start يبدأ. start سنة تالتة، محدش بيقول ورايا ليه. start start start. برافو عليا يا شاطرين. move يتحرك. move move شاطرين. ايوه الكلمة دي. animals يعني حيوانات. animals animals. برافو عليكم. animals animals sorry animals. need يحتاج. need need يحتاج. شاطرين. at that time يعني في الوقت. at that time. اللي بعده again مرة تانية. again مش زي مس ميرفا تقولك again، لا هي اسمها again again. when when يعني عندما. when. اللي بعده a lot of يعني الكثير من. كثير او الكثير من. a lot of a lot of. وصلت لغاية هنا، من فضلك تعمل لايك لو سمحت وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس. يلا. our planet earth is called the blue planet because there is a lot of water. plants and animals need water. يعني الكوكب بتاعنا اللي هو كوكب الارض اسمه الكوكب الازرق، يسمى يعني الكوكب الأزرق عشان فيه نباتات كتير ومية كتير، سوري، فيه حيوانات كتير
وفي مياه كتير وفي نباتات كتير يعني بيكونوا محتاجين مياه. Water on our planet moves all the time. يعني المياه عندنا في الكوكب بتاعنا بتتحرك طول الوقت. This is the water cycle. دي اسمها دورة المياه. The rain falls from the sky. المطرة بتنزل من السماء. The water goes to the sea, rivers and earth. المياه بقى اللي بتنزل من السماء دي بتحصل فيها ايه؟ المياه دي بتروح البحر وبتروح النهر الأنهار يعني والبحار والأرض وكده. The sun warms the sea and earth and the water becomes gas. It goes into the sky. This is called evaporation. الشمس بتسخن المياه. تمام؟ واحنا قلنا بتسخن المياه والمياه دي بتكون غاز يعني او بخار مياه وبيطلع فوق يا اولاد في السماء. تمام؟ تسخين ده التبخير ده اللي هو اسمه evaporation. Then the water comes together to make clouds. بعد كده المياه دي بتتجمع مع بعض عشان يعملوا سحاب. This is called condensation. ده اسمه عملية التكثيف. The wind blows the clouds in the sky. الرياح بتحرك السحاب فوق في السماء. When the clouds become very big, لما السحاب بيبقى بقى كبير ده. تمام؟ This makes rain. بيعمل مطر. يعني لما السحابة بتبقى في مليانة بقى مية وكده فبتنزل على شكل مطر. The rains falls on the sea and earth. المية دي المطر دي بتنزل على الأنهار وعلى الأرض والكلام ده كله. And this is called precipitation. وده اسمها اللي هي اسمها الهطول اللي احنا قلنا عليها. The water goes into the earth. المياه بتدخل جوه الأرض. Rivers and the sea. وبتدخل جوه البحار طبعا يا ولاد وبتدخل جوه الأنهار. This is accumulation. ده بقى اسمه عملية التراكم. Then the water cycle starts again. وبعد كده بدورة المياه بتبتدي تعمل تاني بقى تعيد نفسها تاني زي ما شرحناها بالظبط. وصلت لغاية هنا يا سنة تالتة؟ لو سمحت تعمل لايك.